السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نكتب تكست خلال الذكاء الاصطناعي. طيب ده موقع من ضمن المواقع اللي بتحول البرومت لصور، فانا قلت له انا عايز صورة مثلا على اللابتوب كلاسيك كده، واكتب لي فيها كلمة اللابتوب سكرين، تقدر تكتب الكلمة اللي انت عايزها. حطها له بين قوسين وقلت له مثلا اكتب عمر سليم، وقول له جنريت، ومن هنا تختار بقى السايز. هو بيعمل لي تقريبا 4 صور اختار منهم، يعني دي اللي ظبطت شوية وكتب لي كلمة عمر. طيب خلينا نجرب كلمة كمان ونقول له اعمل لنا زي لوجو كده الوان، واعتبر هذه اللي كانت ناقصة الذكاء الصناعي، ان هو يبدأ ياخد الكلام ويبدأ ان هو يشتغل عليه. دي اعتقد هتطلع كويسة، 3 واحدة يعني لحد ما، دي برضو معقول. تبقى بقى انت تجرب الكلام، تقدر تقول له انا عايز كذا وتقول له ايه اعمل لي اللي بتقول كذا، وخلي الكلمة بين قوسين وهو يحاول ان هو يظبطها ان شاء الله، وجرب مرة واتنين وتلاتة لحد ما توصل للي انت عايزه. طب تعالى نجرب حظنا في حاجة تانية، تقدر تقول له انا عايزك كبوستر، عايزك كفوتو وهكذا، تقول له جنريت. بدأت تطلع، هي بدأت تطلع قماش. سيليم ماشي، ودي برضو كويسة. فبدأ البرنامج يطلع كويس في الصور الحمد لله.